هذا البرنامج برعاية وصلت. يناير 2023 كان نقلة نوعية في المسيرة المهنية لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية السعودية بعد إدراجها في السوق الموازية نمو، لكن البدايات سبقت ذلك التاريخ بعدة سنوات، إذ تأسست الشركة في العام 2015 على يد رائد الأعمال إبراهيم العميقان وشركائه، والهدف كان إطلاق علامات تجارية وتطويرها للاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق السعودي ثم على مستوى الخليج العربي. النقلة في شركة نفوذ كانت بتأسيس علامة توب 100. في ذاك الوقت إذا كنت تذكر أبو فوزان كان سوق الأسر المنتجة ومحلات الأسر المنتجة في طور على قولتهم الانتشار، وكان في نوع من الفوضى حقيقة بترتيبها، وكانت المحلات الصغيرة والكبيرة تتحول محلات أسر منتجة. جت فكرة إنشاء علامة تجارية باسم توب 100 بشراكات حقيقة مميزة لهم قيم مضافة متعددة. الهدفين أساسيين، الهدف الأول كان إعادة تنظيم هذا السوق، يعني السوق غير منظم فوضوي شوي، اللي شغالين فيه يعني ما كانوا يعني مرخصين، فجينا وحاولنا نعيد تنظيم هذا السوق. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني اللي هو القيمة المضافة لنا، إن حاولنا ندخل التقنية في هذا السوق وهذا القطاع. استثمرنا استثمار كبير في موضوع بناء برنامج. فكرة البرنامج هذا يعني إعادة ترتيب وتنظيم العلاقة بين الأسرة المنتجة وبين المحل وبين العميل النهائي. فأصبح في داتا بيس ضخمة جدا. هذه الداتا حقيقة هي اللي استفدنا منها استفادة مرة كبيرة في بناء منظومتنا الضخمة اليوم اللي شركة نفوذ اللي احنا نفتخر فيها كثير. الخطوة الأولى بدأت بتأسيس علامة توب 100 في عام 2018، ما فتح المجال أمام نفوذ للوصول إلى شريحة كبيرة ومختلفة من العملاء. هذه النجاحات المتتالية توجت بالاختيار الدقيق لبناء الشركات، حيث ركز الرئيس التنفيذي على اختيار شخصيات مكملة لمشروعه، ما مهد للتوسع في إطلاق علامات تجارية جديدة. في علامة توب 100 حقيقة كانت فيه يعني شراكة مرة مميزة، كان فيه 3 أو 4 من الشركاء أساسيين، كل شريك له قيمته المضافة. فيعني كان فيه شريك إداري مميز جدا، كان عنده مجموعة من الأعمال هو اللي قاد البزنس. كان فيه شريك تسويقي، جهة كانت مميزة بالتسويق والماركتينج دخلوا معنا، وكان فيه شريك تشغيلي عنده خبرة بقطاع الفود والعمل فدخل كمان فيه، وكمان مجموعة عدد من الشركاء اللي كانوا يعني وسطاء أو علاقات كانوا عددهم مرة محدود هم اللي كانوا داخلين. فهذه كانت بنية الشراكة. تحليل المعلومات والبيانات اللي كانت في يعني في توب 100 ساعدنا في بناء العلامات الثانية. جلسنا مع بعض مع الفريق التطوير والبحوث الموجود بالشركة وكمان فريق التشغيلي عندنا، وصار في نقاش، وكمان طبعا مجلس إدارة بعدين صار في نقاش كيف احنا نطلع بشركة نموذجها متميز عن الآخرين. لقينا انه حللنا السوق وحللنا المعلومات اللي عندنا، طلعنا بثلاثة أهداف وثلاثة شروط لنماذج أعمالنا الجاية اللي احنا نشوف فيها قيم مضافة مرة عالية مبتكرة عن الآخرين. أول هدف عندنا أو أول حاجة أو أول يعني شرط من شروط تمايز أعمالنا الفترة القادمة كان انه احنا ما ندخل منافسه الا في قطاع محيط ازرق على قولتهم، ما ندخل في القطاعات اللي فيها دمويه ومشاكل. لقينا قطاع الفود اجمالا وقطاع الماكولات والمشروبات في السعوديه في قطاعات فيها تزاحم وتنافس عالي مره، مثل قطاع القهاوي، تروح قطاع مثل البرجر والشاورما وغيرها نفس الحاجه تلقى فيها تنافس عالي. احنا رحنا القطاع مشهور اسمه الفينجر فود زين او سناكس،
قطاع مرة كبير، ما في متنافسين كبار، يعني كبار كبار على مستوى عالي، أغلب اللي شغالين فيه على مستوى صغير وفي تستر وشغلات، ما كان في ذاك القادة، فقلنا خلاص احنا ندخل بهالقطاع. الهدف الثاني عندنا انه احنا حريصين مرة انه لما ندخل بأي علامة تجارية ان نعيد تعريف زين المنتجات اللي بندخل فيها. النقطة الثالثة وهي نقطة مرة مهمة بالنسبة لنا اللي هو موضوع انه اي علامة احنا ندخل فيها من شروطها انه لازم تصير علامة تجارية قائدة لقطاعها، تكون رقم واحد، اذا ما كانت رقم واحد احنا ما نستثمر فيها. فمثال احنا اسسنا العلامة التجارية اللي دخلنا فيها بعد توب 100 كانت علامة عنبة، وعلامة عنب من العلامات اللي احنا نفخر فيها كثير، هي علامة متخصصة بإعادة تعريف منتج ورق العنب والمحاشي والموالح بطريقة مرة جديدة ما كانت بالسوق. اليوم لا، احنا طلعنا منتج زين جودته عالية جدا، متنوع، يعني باكجينج حقه جميل، سعره مناسب، فأصبحنا اللهم لك الحمد قائدا في قطاعها. فاحنا نشوف انه الشركة او العلامة التجارية اللي ما هي قائدة بقطاعها ما نستثمر فيها كثير. تعريف القائدة بقطاعها انها تبيع ب 100 مليون خلال السنتين الاولى، فأي علامة ما فيها بوتنشل انها تبيع 100 مليون ريال في السنة الثانية لها احنا ما نستثمر فيها. لأجل ذلك عنبة توفيق الله عز وجل علينا طبعا سابق كل شيء، باعت من السنة الثانية بمبلغ فوق ال 100 مليون. من العلامات التجارية اللي احنا فخورين فيها كذلك اللي يعني تنتمي النفوذ علامة مامولا. مامولا من العلامات اللي اشتهرت وحققت نجاح، اللي إعادة تعريف منتج الحلى الشعبي، يعني الحلى الشعبي بجميع جوانبه، لكنه بدأ بسلة المعمول. أبرز التحديات والصعوبات اللي واجهتوها في بداية خلينا نقول تأسيس شركة نفوذ. يمكن أبرز التحديات اللي واجهتنا في الفترة الماضية كان حقيقة موضوع التنظيمات والإجراءات اللي مرتبطة بتغيير بعض الأنظمة والتعامل مع الحكومة. كان من أبرز التحديات كذلك موضوع سرعة يعني قلتهم تقادم العلامات التجارية ومنحنى زين العلامة التجارية والمنتجات كانت سريعة، يعني في السوق الفترة الماضية كان سريع جدا. يعني من أبرز التحديات طبعا الموارد البشرية والكفاءات المميزة بالذات في قطاع مثل قطاعنا، يعني كيف تجيب موارد يعني مميزة سعودية على مستوى التشغيل، على مستوى التسويق، على مستوى مستويات كثير، خصوصا وقت الإنشاء. يعني يمكن لما الشركة كبرت وطرحت في سوق المال ودخلنا صار اللهم لك الحمد والشكر فضل الله طبعا علينا أنه صارت شركة جاذبة والناس يجونها من كل مكان ولهم رغبة لأنه صار لها اسم، لكن وقت التأسيس لا كان فيه إشكالية وعقبات ما كانت سهلة. كانت كورونا يعني اعتبرها ضربة قاسية على قطاع الأعمال، بس ما كانت في قطاعنا بس، أتوقع في أغلب القطاعات، والحمد لله كانت توفيق الله لنا فيها كبير، لأنه كنا نشوف أنها على أنها ضربة قاسية وكانت مؤلمة جدا جدا، إلا أن حاولنا نتعامل معها أنها فرصة، فكانت فرصة يعني لتعديلات كبيرة داخل الكيان عندنا، عن طريق مثلا استبعاد الكفاءات الأقل، عن طريق إعادة نماذج الأعمال، عن طريق البنية الإدارية حقتنا كانت فيها إشكالية خليناها مركزية أكثر، المشتريات ضبطناها أكثر. تعرف بعض الأزمات خليك تراجع كل 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 على قولتهم كل الورك فلو حقك من جديد وتتأكد من سلامته. مشكلة كورونا كانت مشاكل كبيرة اللي أنا أقول بعدها الحمد لله انطلقت شركة نفوذ بشكل مميز، في نقطة كانت صعبة لكنها هي اللي ساعدتنا على انطلاقها بشكل أساسي. ركز إبراهيم العميقان عبر شركة نفوذ على الأنشطة غير الدارجة في السوق السعودي بهدف إيجاد اختلاف وتميز. منتجات الموالح والحلويات بنكهاتها المختلفة تم اختيارها بعناية بعد دراسة احتياجات السوق وتحليل بيانات العملاء لتتناسب المنتجات المعروضة مع أذواقهم. القيمة المضافة عندنا متنوعة، يعني مش شيء واحد. يمكن أبرز شيء احنا نفخر فيه كثير على مستوى الصناعة والقطاع، احنا نقود قطاعات ننشئها احنا من الصفر. احنا فخورين انه مثلا قطاع مثل ورق العنب او الموالح احنا انشأناه بالسوق السعودي من جديد، وهذا الشيء يعني 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 صنع يعني يعني سوق كامل، منافسين وناس داخلين وناس، هذا نشوف انه من قيمنا المضافة.
يعني ورق المعمول نفس الشيء، جالسين نصنع احنا على قولتهم ترند، موجة جديدة لإعادة تعريف الحلى الشعبي، وهذا الشيء يشرفنا كثير انه جالسين نقود بهالصناعة. فكرة الإدراج الشركة لما بدأت انطلقت الشركة، من وين جت فكرة الإدراج؟ هل مجلس إدارة أو فكرة توسعية بالنسبة لكم، ولا من أي منطلق أنتم انطلقتوا في مسألة إدراج الشركة في سوق نمو؟ أي شركة تبغى تدرج في سوق المال لها مجموعة من الأهداف، يمكن من أهم أهدافها موضوع تعظيم القيمة السوقية لها، يعني أن قيمتها السوقية تكون حقيقية وحالة وقابلة للبيع والشراء، وهذه رغبة كثير من المستثمرين. قرار الدخول سوق المال كان حقيقة بتوجيه زين من مجلس الإدارة المقر عندنا، لأنه شرط أساسي أو رغبة أساسية لموضوع استدامة الشركة والكيان. إذا بغينا شركة تكون، يعني في فرق بين شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة مساهمة يعني مغلقة، وشركة مساهمة مفتوحة يشارك فيها مئات الأشخاص، لم يكن آلاف الأشخاص حريصين على مصالحها. الهدف الثاني حقيقة رفع زي أدوات الحوكمة والشفافية والرقابة على الكيان اللي احنا شغالين فيه. فإحنا اليوم غير ما كنا قبل سنة على مستوى الرقابة بوجود اللجان والجهات الخارجية. رقم ثلاثة حقيقة موضوع السيولة، توفر السيولة والتمويل واستقطاب الكفاءات. أنا توني أقول قبل شوي إنه لما تدخل سوق المال اسمك يصير بارز وقوي، فكثير من الكفاءات سهل الحصول عليها اليوم لأن اسمك موجود، وكذلك سهولة التمويل وسهولة الحصول على المال صار أسهل بكثير من أول. فهذه من الأهداف الرئيسية لنا. الإدراج في السوق الموازية نمو لم يكن إلا خطوة البداية بحسب الرئيس التنفيذي لنفوذ، فهو ماض في تنفيذ خططه بتأسيس علامات تجارية جديدة لتعظيم أرباح الشركة والتوسع في أسواق عالمية. هذا البرنامج برعاية وصلت.